اعتذرت اول مره جربت اكيد بجد خلاني انا اراجع نفسي كثير صراحه انا والله بكاني عليك. فانا بنصحكم جدا تتابعوا الفيديو الثاني ده بالتركيز اكثر من الفيديو الاول وتشوفوا الرساله اللي بحاول اوصلها لكم. وانا متاكد اي زول حيكون فيه هذا تمام.
العالم كله يجي لبيت كده
سقطت. طيب فيديو انت شفته دي الرؤية الاستراتيجية للبلد ان شاء الله بعد ما نظام الكيزان والحرامية عندنا دي يمشوا دي السودان ان شاء الله السودان بدانا الحياة نبنيه ونحن الشباب بيدنا ان شاء الله. فدي الرؤية الاستراتيجية اللي قدام ان شاء الله. وعندنا فيديو تاني نحن مبادرة الباحثين السودانيين استضفنا مبادرة تطوير الذات هم بيعرضوا الحياة دي مع البروف محمد حسين دي هي رويد هو البروف بتاع الخبرة الاستراتيجية. فعندكم في فيديو تاني حنشغل لكم حصة خليكم قاعدين خليكم قراب. طيب سقطت ما سقطت حتى لو سقطت Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
رايكم؟ طبعا يا جماعه انا شايف الناس كلها سرحت ما شاء الله شديد صح. طبعا يا جماعه الكلام ده ما حلم، ممكن يكون واقع، بيقبح حقيقه ولا ما بيقبح؟ بيقبح اكيد، ما في اثنين تلعنا. ده السودان بتاعنا الجديد ان شاء الله برؤيه كامله لحد عام 2040. يلا صراحه الخطه الاستراتيجيه الموضوعه موضوعه بدقه لابعد مدى. يعني مثلا الدمازين جبال جابوا فيها مصنع بتاع ورق، عارفين ليه؟ لانه البيئه والتضاريس في المنطقه بتسمح بانه نحن ممكن نزرع فيها اشجار، الان احنا ممكن ننتج من خلالها ورق. القضارف فيها مصانع للزيوت، ليه بالضبط كده؟ الشماليه، البلح، الكردفان، كل منطقه عندها ميزات معينه. التضاريس الله ربنا يعني نزل لنا في المنطقه اللي تسمح لنا انه احنا ننتج اكثر في المنطقه دي، تمام، نستغلها استغلال صحيح بطريقه صحيحه ونقدر ننتج منها وبالعكس نصدر برا لانه احنا عندنا الامكانيه، تمام. فكل المنتجات اللي احنا بنستوردها من برا احنا بنقدر نجيبها، يعني زي الطحنيه زي الحاجات البرا دي احنا ممكن هنا ننتجها بطريقه كبيره لانه نحن عندنا كل الموارد، بس ما في خطه قوميه كل الشعب وكل الحكومات المتتاليه بغض النظر عن الرئيس امنه اللي هي اصلا مفترض تسعى وراها عشان تحقق الحلم ده وتخلي المواطن السوداني انه يعيش واقع زي ده. ده المفترض كل الحكومات تشتغل عليهم. اي حكومه جلبطت ما مشت بنفس الخطه القوميه اللي احنا كلنا متفقين عليها والرؤيه اللي كلنا اللي احنا عايزينها تسقط، بس صح ولا ما صح؟ تسقط بس. يلا عشان كده نحن مفترض يكون عندنا رؤيه واضحه قوميه متفقين عليها، حلم واحد، خطه قوميه استراتيجيه دايرين نصليها، وباذن الله باذن الله نفسه دانا الجديد اللي حنصليه. في كبسوله قصي اتصل علي البروف انه ممكن نعرضها لكم، بتتكلم عن الخطط او الحاجات او الافكار الوضع عن طريق الخطه الاستراتيجيه القوميه. واحدة واحدة، أي فيديو مدته دقيقتين ثلاثة، لكن أي واحد عنده معنى وعنده رسالة معينة بيتكلم فيها الناس لو ركزت فيه هتفهم النقطة شنو، تمام؟ لأنه أنا لاحظت بعض أعظم الناس بقى يميل لأنه في بعض الفيديوهات يعني مكررة، فلاحظت الناس ملت. لو حابين نكمل لكم بعد ما نكمل الفيديو ده نقوم نشغل الكبسولات ولا نقوم نشغلها هسه؟ نخليه يكمل؟ خلاص الناس دي خليه يكمل.
Thank you.
خيار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب ما حبيت اقطع الحلم اللي انتم كنتوا عايشين فيه لانه بكره ان شاء الله حيكون حقيقة باذن الله. دي مقتطفات بسيطة عن الحلم السوداني الوطني اللي احنا ان شاء الله بإذن الله ساعين عشان نحققه بخطة استراتيجية واضحة تمام بيقدمها البروف محمد حسين محمد حسن أبو صالح الخبير الاقتصادي المخطط الاستراتيجي القومي. طيب نحن لحد الآن فقرتنا هنا انتهت. مبادرة سودانيز ريسيرشز عندهم جروب مع مدربين أو سوري دكاترة هيجوا يقدموا فقرة جميلة تانية أنا بنصحكم صراحة بمتابعتهم. لكن قبل ما أنتهي في حاجة بسيطة حابة أنا أبيها لكم إنه إن شاء الله بكرة في نفس الموعد هيكون عندنا لقاء برضو مع نفس الدكتور إن شاء الله. إذا ما قدر إنه يحضر لنفس الوعكة الصحية المرة بها عندنا فيديو مهم جدا هنعرضه بالإنابة بيتكلم عن المشاكل الاقتصادية هو ذاته بيتكلم عن المشاكل الاقتصادية الآن المواجهة البلد والحل لكل مشكلة اقتصادية يعني مشكلة الجاش مشكلة الزراعة مشكلة أي مشكلة اقتصادية واجهت السودان حاليا بيتكلم عنها بالتفصيل أسبابها نتجت من شنو تمام والحلول الطوالي الممكن تساعد في حل هذه المشاكل الاقتصادية.
عشان الزمن ما اسعفنا ان شاء الله حاجة تشويقية بس بكرة حل للمشاكل الاقتصادية نوعدكم بها بكرة ان شاء الله في نفس الموعد في نفس المنصة الرائعة جدا البيتبس الوعي في نفس الموعد الساعة 7 تمام؟ البيتبس الوعي لكل الناس واتمنى تنشروا الحاجة دي لكل الناس اللي حواليكم عشان يجوا يفهموا ويفهموا ويوعوا تماما بالمشاكل اللي عندنا في السودان وحلولها عشان من ناس خبراء ودارسين في المجال تمام؟ في نفس الموعد ان شاء الله اكرر تمام؟ الساعة 7 حيكون في تقديم للبروف لحل المشاكل الاقتصادية تمام؟ شكرا لكم يا جماعة حضوركم بجد كان يشرفنا وانا صراحة كنت سعيد جدا تمام؟ كنت سعيد جدا بانه انا اجيب معاكم هنا تمام؟ يلا انا بس صراحة حاب ياخذ استطلاعات بسيطة بس من الناس اللي هنا اللي عنده رأي شافوا اثناء ما انت بتحضر الفيديو ده اثناء ما انت بتحضر الفيديو ده الحلم السوداني اللي انت كنت متخيله هل انطبق مع نفس الصورة اللي انت كنت متخيلها او عايز تحصل للبلد وحابي اسمع او استضيف بعض وحماسية وتوعوية للجمهور عشان يوصلوا عليهم لو ياريت في زول عنده رسالة بعد ما شاف الفيديو ده قلت له حاجة معينة ايجابية حابي اني يوصلها للناس ممكن يجي يشاركني الناس دي لدونا 10 دقائق لحد ما نحن تعال تفضل وما نخجل يا جماعة المنصة دي حقت اي واحد فينا اي زول ممكن هنا يعبر